لا يزال أبناء المملكة يحصدون التميز والإبداع ويثبتون للعالم يوما بعد يوم بأن بلادنا مليئة بالكفاءات والعقليات التي تسعى جاهدة للعمل والتطور وخدمة البشرية من خلال الاختراعات والابتكارات. في هذه الفقرة يسعدنا بأن نرحب معكم في الاستديو بالطالبة أمل البلوي، مبتكرة تقنية أكياس الدم النانوية. هلا وسهلا بك يا أمل. أهلا وسهلا، نورتنا. في البداية لو تدينا فكرة مبسطة أو مفهوم مبسط عن تقنية أكياس الدم النانوية. في البداية أنا أشكركم على هذه الاستضافة، والفكرة يعني باختصار هي فكرة إدخال المادة النانونية في صناعة أكياس الدم. هذه المادة هي مكونة من محلول كاشف من ذرات الكربون والسيليكون، لها قدرة على اكتشاف الفيروسات بسرعة أكبر وترى بالعين المجردة. هذه المادة أنا فكرت أنه ممكن إحنا ندخلها في صناعة كيس الدم، بحيث أنه يكون في غلاف خارجي مضاف لكيس الدم يحتوي هذه المادة، وتدخل منه عينة بسيطة من الدم. لو كانت هذه العينة فيها الفيروس HIV اللي أجري أساساً عليها التجارب، هتعطي لون مميز للكيس. طب أمل، حكينا عن يعني أهم الأهداف وراء هالابتكار، يعني أكيد وأنت قاعدة تفكرين في هذا الموضوع في أهداف معينة أو خلني نقول فئات مستهدفة معينة. صحيح. أو أماكن ممكن معينة، فحكينا عن هالموضوع أو هالجانب. حقيقة في أثناء رحلتي في البحث في هذا الموضوع وجدت أنه كل العمليات المخبرية لها عيوب، من ضمنها أنه بعضها لازم يكون في نسبة من الفيروس حتى تقدر تكتشف الفيروس، في بعضها يكون إذا كان الفيروس له فترة حضانة حتعطي نتيجة سلبية على المريض، على العينة يعني. فهذه العيوب المخبرية جعلت الباحثين يكتشفوا هذه المادة، هي المادة موجودة لكن احنا كيف ممكن نفعلها بشكل اكبر. انا فكرت انه احنا ممكن نضيفها باكياس الدم، يعني حتى العاملين في بنوك الدم ممكن بس مجرد ما يشوفوا الكيس ويلقوا انه في لون بالغلاف الخارجي مميز او في فيروس، ايش ما كان هذا الفيروس، اكيد الاتش اي في له لون. صحيح. والفيروسات الاخرى حيكون لها لون ان شاء الله، وحيكون لها كود يعني حتى العاملين بالعين المجرده، فيعطينا سرعه في موضوع الكشف عن الفيروسات، واحنا اساسا ما راح نحتفظ بكيس دم ملوث. اكيد هذا بيخدم 100% القطاع الصحي يعني. اكيد اكيد، والتقليل من الاخطاء البشريه في نقل. صحيح. الدم. جميل. أمل، يقولون الحاجه ام الاختراع، ليش مصممه على هذا الشيء وتمسكتي فيه؟ هل لك سابق تجربه من قبل ولا انت كذا من خاطرك ودك فيه؟ هو فعلا تجارب فاشله يعني حقيقه التجارب الفاشله ممكن هي اللي خلتني يعني افكر بطريقه اخرى او بطريقه مختلفه، او ابحث عن المشاكل اللي اوجد لها حلول مختلفه. من ضمنها احنا كثير كنا نسمع انه في نقل دم ملوث الكثير من الناس ومعاناه فعلا وكان دائما يلقي الحمل على العاملين في بنوك الدم. احنا ما ندري هم ايش الضغوط اللي يمروا فيها، ولكن لما وجدت انه اساسا في ماده موجوده ويعني وسريعه في كشف الفيروسات، فقلت ليش احنا ما نفعل دورها بطريقه افضل يعني. صح. يعني هذه الماده تضاف في نفس الاكياس في صناعه الكيس نفسه اللي يكون اللي ينقل فيه الدم. صحيح، هو حاليا كيس الدم موجود زي ما هو يعني. طيب. كل دول العالم هو كيس واحد. طيب، فلذلك هي حتكون يعني صناعه شوي جديده من نوعها وحاجه جدا جديده ومختلفه ومش موجوده يعني ابدا. فاحنا قلت يعني ليش ما نضيف غلاف خارجي معزول عن كيس الدم، يعني ما حيكون الغلاف هذا اللي فيه الماده هذه يكون نفس الكيس، لا حيكون غلاف خارجي، فاحنا حنعيد صناعه كيس الدم. عشان كذا بدي اسالك، يعني هل هذه الماده ممكن تؤثر على الدم بشكل لا او باخر؟ لا، ما راح يكون في عازل، حيكون في عازل. فهذا اختراع جدا رائع. طب هل في جهه تبنته؟ ايش حصل على هذا الابتكار؟ هو مر بمراحل مره عديده صراحه. 2014 انا فكرت فيه وشاركت في الملتقى العلمي الطلابي لما كنت طالبه في الجامعه، وحصلت فيه على جائزه، لكن امكانيات الجامعه كانت بس انه يعني انها يعني ممكن تحفز بس كفكره بحثيه، لكن ما كان عندها امكانات للتطبيق يعني. هذا نعم. 2014 رجعت وعاودت المشاركه لما التحقت بوزاره الصحه في المسابقه السنويه لمنسوبي وزاره الصحه ابدع بفكره، والحمد لله حصدت الفكره على اعلى نسبه تصويت من وكلاء الوزاره مشكورين، وكذلك يعني تم تكريمي من معالي الوزير اللي انا اوجه له كل الشكر وتحيه يعني على هذا الدعم اللي قدم لي، وتبنته وزاره الصحه. تبنت وزارة الصحة. صحيح. متى سيرى النور؟
إن شاء الله قريبا، يعني 2019 أنا وقعت معهم اتفاقية، يعني مع أني لما كنت طالبة في الجامعة يعني كنت يعني أحاول أبحث عن المعلومة في مراكز الدم يعني في أكثر من دولة، فكانوا يشوفوا عنوان المقترح البحثي، أنا ما أعطيتهم طبعا التفاصيل، كانوا يعني منشدين جدا أنه نبغى نتبنى هذا المشروع، بس أنا كان عندي إيمان أنه لا، أنه أنا أقدر محليا، ماني محتاجة برا، البداية يعني من الوطن طبعا. يعني تسهلين صراحة أمل، ومثال مشرف فعلا، وشرفنا أنه أنت بعد نورتين اليوم بالاستديو. يعني هذه البنت السعودية فعلا، يعني أنت أثبتتي للعالم شيء جدا عظيم، شيء أصلا ما هو جديد، لكن مرة حلو أنه إحنا قاعدين نشوف زي ما يقولون إكزامبل حي عندنا، فصدق شكرا لك. لكن صحيح أمل جتك عروض دولية ورفضتيها؟ اي فعلا. ليش؟ ايميلات عندي موجودة. انا لما كنت طالبة كنت بس ابغى ابحث عن المعلومة، ما كان عندي هدف اساسا، يعني انا مع اني شفت كثير في السوشيال ميديا يقولون انه هذا شيء فخر، وانا ما صراحة ما كان عندي الرغبة من الاساس انه انا ابدا خارجيا، ليش ما ابدا محليا؟ يعني احنا طبعا يعني المملكه العربيه والسعوديه بس بيدفعون فلوس اكيد، بس احنا يعني دوله عظمى، ما احنا محتاجين انه نبدا خارجيا، يعني بالعكس احنا لما نبغى نكون في مصاف الدول العظمى احنا نبدا من السعوديه العظمى. صح، ماني محتاجه يعني والله ما راح ازيد على كلامك شيء، لكن صدق شكرا لك، شكرا على تفكيرك اللي وقراراتك اللي في محلها. الحمد لله صبرت ونلت، الحمد لله. الحمد لله. أمل، حابين نعرف أكيد بعد ما ابتكرتي هذه التقنية، وش الخطوة الثانية لك عشان نشوف التقنية ونستفيد منها فعليا على أرض الواقع؟ هو إن شاء الله بعد ما وقعت أنا مع الوزارة يعني حنبدأ إن شاء الله بإجراء التجارب والبحوث، وحنطور من هذا المشروع، وكذلك الدكتورة ليلك رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية قدمت لي يعني منحة بحثية في إجراء التجربة على فيروس كورونا، فإحنا كيف ممكن نختبر الكشف على هذا الفيروس. حلو فيك. وقبلتي هذه المنحة؟ أكيد أكيد طبعا. أمل كمان بدي أسألك، يعني الآن بعد ما سويتي هذا الابتكار، هذا الإنجاز، هل هناك ابتكارات أخرى؟ هل لديك تجارب أخرى سواء في نفس المجال أو غيره؟ يعني لحد الحين نشوف مع كورونا إيش ممكن يطلع معنا، يعني بإذن الله حيكون برضو حتكون عن كورونا أكيد، حيكون مصب عن كورونا بإذن الله تعالى. طيب اللي حاب يدخل هذا المجال أمل، أو اللي يعني أي بنت أو شاب الحين قاعدين يشوفونا أو يسمعونا حابين أنهم أو عندهم فكرة معينة، يعني حابين نعرف أنت مسارك، خطواتك، خطوات أمل كيف كانت، وش سوت، وين راحت، استشارت مين، يعني هذه أشياء تهمنا، لأنه ممكن يكونوا الناس الآن يشوفونا يا أمل ترى ممكن تكون عندهم أفكار رائعة وجميلة ونحتاجها اليوم، لكن ما هم عارفين يمسكون طرف الخيط على قولتهم، فحكينا. هو حقيقة أنا أنصح كل اللي يتابعوني يعني يسألوني بهذا السؤال أنه استغلوا الملتقيات العلمية اللي تكون في الجامعة. أنا لما كنت طالبة في الجامعة ما كنت بس أحضر محاضراتي وأطلع، كانت في أنشطة جدا كثيرة، يعني نسمع عن أنشطة جدا كثيرة في الجامعة، فأنا أتمنى أنه إحنا نستغل هذه الملتقيات، يعني مثل ما ذكرت لك الدعم ترى موجود داخليا، فهم يفكروا المشوار مره صعب واحنا كيف نوصل خارجيا، احنا بالعكس عندنا كثير ملتقيات علميه وبحثيه ومسابقات جدا كثيره فعلا، وفي مشرفين في الجامعه ودكاتره بالجامعه، الكل قاعد يقدم الدعم. طب انت على طار الدعم، مين الناس اللي حول امل ودعموها ووصلوها لهذا الشيء؟ يعني اكيد الدعم الداخلي، اسرتي ووالدي، اوجه لهم انا تحيه، ويعني وانا سعيده جدا ان كل الدعوات حاليا تنهال عليهم، فالله يجزاهم عني خير الجزاء. يعني يعني بالفعل دائما النجاح والدعم وراءه لازم يكون الأهل، والأهل دائما هم اللي يدفع أبنائهم، وخصوصا زي ما ذكرت البداية من الوطن ثم تنطلق إلى العالمية، لأنه بالفعل وطننا يتبنى ويشجع الكوادر الوطنية خصوصا زيك يا أمل. خططك المستقبلية بإذن الله الآن أقدر أقول أنك أنت مخترعة بصفة رسمية، خلاص المخترعة أمل. والله أنت أطلقت علي هذا اللقب، فأنا يعني أعطيتوني دافع أني أنا أكمل، يعني ما أقف عند هذا المشروع، أني أنا إن شاء الله يعني أكمل في هذا المجال بإذن الله. ولكن خططك المستقبلية كدراستك اللي درستيها إيش رح تسوي؟ أنا حابة إن شاء الله بعد ما أتخرج من الصحة العامة أني أكمل دراساتي العليا في علم الوبائيات والامراض المعديه باذن الله. بس انت اخذت 2 بكالوريوس. صحيح. خلينا نرجع لهذه النقطه، وهذه من الاشياء النادره للناس اللي سووها، هذه مغامره بحد ذاتها فعلا، بس يعني شغفي بالعلم يعني ما اقدر اوصفه. ما شاء الله عليك يا امل. بس يعني هم البكالوريوس، معلش سوري، بس البكالوريوس حقك الاثنين لهم علاقه في بعض او قريبين من بعض؟ لا 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 لا
عادي تذكرينهم؟ اي طبعا طبعا، انا البكالوريوس الاول كان في التربيه وعلم النفس. اول واحد وش التربيه وعلم النفس؟ اي بس كنت مسار يعني صحي، بعدين حولت، وبعدين يعني كان في وعجبك. كان في صراحه تعثر في وبعدها البدايه. ايش اخترتي؟ كليه الصحه العامه العلوم الصحيه. وكان هذا الشيء اللي انت يعني مختارته عن قناعه واكتشفتي انه انت يعني هذا الشيء اللي انت تبين تسوينه؟ اي نعم. والله برافو عليك، برافو حتى عليك. لو كان متاخر يعني، بس انه عادي ما في شيء. صحيح. ما في شيء اسمه متاخر، معليش هذا علم في النهايه. اكيد اكيد للامانه. ف واو، يعني 8 سنوات قاعد تدرسين تخصصين، جميل. انا شو الصعوبات؟ يعني ما في، مستحيل احس ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني على الاشياء اللي انت قاعد تقولينها اكيد واجهتك صعوبات، سواء كانت في الدراسه، سواء كان وقت البحث، ايش هي اكثر شيء اللي اثرت عليك وخلتك في لحظه ممكن تقولين لا خلاص انا ابغى اوقف وترجعين مره ثانيه؟ هو حقيقة يعني زي ما ذكرت لك، مجال البحوث عندنا يعني يمكن دوبة ظهر بالساحة، يعني قولي من 2017 أو 18 دوبة ظهر الدعم. فأنا من 2014 وأنا كنت يعني متقطعة أدور يعني أحد مثلا يعلمني كيف أبحث، أو أحد حتى يعني يعطيني أساليب البحث الصحيحة، أو حتى أصل للمعلومة. يعني ما كان البحث وقتها يعني سهل زي الآن. فيعني أكبر عقبة واجهتني أنه كانوا يقولوا لي الطريق السهل توجهي برا، أنا ما كنت أبغى برا. يعني هذه صراحة يعني أنا ذكرتها من باب التحدي وليس من باب الفخر أو أني أنا صاحبة فضل أو معروف. طبعا هي كانت تحدي واجهني أنه ليش أنا لازم أروح برا، لا أنا أبغى داخليا. طبعا وأبحث داخليا، والحمد لله يعني أنا وصلت يعني اللي أنا أبغى الحمد لله. بالفعل أمل، يعني هذا هو اللي هنا تحديتي، وهنا كان الاختيار الصحيح، كان عندك مفترق طرق أني أتجه للخارج وتتبنى الفكرة جهة من الخارج، أو أني أثبت نفسي في وطني. هذا التبني خلينا نقول اللي الآن في جهات كثير في الدولة، وزارات كثير تتبنى الشباب والكوادر الوطنية، تتطلع لاهتمامات الشباب. أنت كتجربة مريتي فيها أنه قدمت البحث، الآن هذا البحث معترف فيه ومتبنى من وزارة الصحة، كيف نتاج هذا الشيء عليك، وكيف أهميته كمان أنه يعطي دافع وحافز للشباب الثانيين أنه ترى الدولة بتنظر على الكوادر الوطنية وتتبنى ما يقدمه؟ صحيح، أنه أنا يعني زي ما ذكرت لكم سابقا أنه دائما أنه الطريق السهل ما يكون فيه متعة مثل ما هو الطريق الصعب. يعني هو يعني صح. حرفيا انا استمتعت على انه كانت صعوبات وتحديات، لكن كنت مستمتعه وانا ابحث عن كيف ممكن انا ادعم، يعني ادعم بحثي او ادعم مشروعي. ف يعني لا اخفيك ان كل الوزارات في لها وحدات للمبتكرين والمبدعين ولدعم منسوبيها، فعلى الناس انها تبحث يعني داخليا قبل ما تفكر يعني خارجيا. بالفعل امل، شكرا لك، كل التوفيق، وان شاء الله نرى هذا الابتكار يطبق قريبا، ومن المملكه العربيه السعوديه، صنع في السعوديه، الى العالم بفضلك انت يا امل. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. مشاهدينا احنا كده وصلنا لختام حلقتنا لليوم، انتظرونا غدا في حلقه جديده. إلى اللقاء.